رحب أبناء قبيلة الدلام في محافظة ديالى بزيارة رئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر وتفقد أحوالهم. الشيخ الخنجر أكد أن السيادة اختارت أفضل المرشحين ليمثلوا أهلهم ويدافعوا عن الحقوق ويحفظوا هوية المحافظة، فيما حث أبناء قبيلة الدلام على تغيير الواقع الأليم للمحافظة من خلال اختيار من يعرفون دينه وأخلاقه وأصالته. من جانبه أكد المرشحون عن حزب السيادة أحمد الدليمي وأشواق الدليمي أن مشروع السيادة قدم لهم الدعم والإسناد وخطة للمستقبل لخدمة الأهل. اختارنا نخبة كريمة فاضلة من أهل ديالى، كل عشائرنا أبناء عشائر أبناء عوائل لهم صولات وجولات في محافظة ديالى في خدمة أهلهم وناسهم، وتعلمون ما جرى في ديالى في السنوات السابقة ومن وقف ومن ضحى ومن قاتل ومن قال قولته الحق قولة الفصل، وكان الفضل للشيخ خميس الخنجر في مرحلة المعارك وما بعد المعارك. اليوم حضورك فرصة كبيرة لبلادنا ولأهالينا. اليوم الناس كلها سعداء بوجودك. نستثمر هذا الجلسة الطيبة إن شاء الله نخرج بنتائج إيجابية. الشيخ خميس الخنجر يقول أني أنظر لمحافظات العراق بكفة، وبالكفة الثانية أنظر لمحافظة ديالى. والله هذه أنا أشوفها بالتلفاز. أكثر من لقاء وجلسة خاصة وعامة الشيخ خميس يحكي بيها، الشيخ خميس الوحيد اللي يمثل المكون.